معلم، كان شغلنا كتير حلو. راح يحكوا علينا ويقولوا ضربوا ضربتهم، ومو معقول ما ياخذوا شيء. ما في شيء مقابل هالشغله مماتي، ويحكوا يلي بدهم اياه. معلم، دخلنا بالدوله وبرجال المخدرات، لوين نحن رايحين؟ مماتي، الكل بده يضمنا لصفه، ونحن بعاد عن الكل. نحن ما نرجال حدا، وما منشتغل من شان حدا. لهالسبب سلمنا السكين، ولهالسبب ما قبضنا شيء. بتحب فسر لك هالشي؟ نورنا. رح يكون في حكم واحد بيتفق مع الدولة، واخذ مقابل هالشي تاجر المخدرات، ودخلنا بالمخدرات. ما دخلنا خال. لو دقينا الابواب ما حدا رح يصدقنا. خلص، انتهى وقت دق الابواب، انتهى النظام القديم. من هلا ورايح نحن رح نتحكم ببابنا. الكلب بيولد، والقط بيولد، والاسد بيولد، ونحن رح نعامل القط معاملة القط، ورح نعامل الاسد معاملة الاسد. ابني، الاسد ما بيغضب بوش الاسد هالقد. فهمنا. رح نكون الاكبر، وانا ما بطلب منكم غير الحذر. نحن رسمنا طريقنا ومسحنا طريق كتيرين، وكتار يلي بدهن يانا، بس نحن لوحدنا. على اساس عبد الحي مو معروف وبيشاركنا بكل شيء، وهلا الكل بيعرفه. معناتها منعيد ترتيب الخطه مماتي. قطعنا علاقاتنا مع الخارج، مين منجيب عواضن؟ اللي انت شو يلي زعجك؟ انا اجيت من الشارع يا معلم، وين بحط رجلي؟ خطوتين لقدام وخطوه لورا، وبلش من وين ما بدك. تعرف، ما عم تفهمني. امرني بقتل، امرني اقطع راس حدا بقطعه. لك كل اعمالنا قتل وحرق. ما عم بقدر اتعلم السياسه. هي مهمتك، وانتو عم تقوموا بشغلكن. نحن ما منجيب المصاري من الشوارع. تعرف قديش صار معنا مصاري يا ميماتي؟ ما سألت عن هالشي، بس مو كتير. 700 مليون دولار. قديش؟ بتتوقعوا هالمبلغ؟ لا، وهذا مو شي. ما أخذنا على المهمة، ليش طيب؟ ضيا حول كل أمواله لإلي. أنت على حق، في كتير مصاري، بس ما فينا ناخدها بقطع الطريق. لو كانوا بيعرفوا قديش منملك ما منعيش يوم. هذا رأيي. ميماتي، أنا وعدتك مرة إنه نحط أساسات هالشغل سوا، بتتذكر؟ إيه بتذكر. حطينا عيوننا على روس الكبار، ما رح نقدر نشتغل شي بمصاري هالروس. والله لو وزعنا هالمصريات على الفقراء ما كان ضل ولا فقير بهالبلد بنوب. إذا خلعنا أسنان مصاصي الدم يلي بيمصوا دم الفقراء، ما رح يكون في حدا محتاج، ورح يجي هاليوم بوعدك. لا تخافوا من أي شيء، ما عاد نتوجع. انتوا بس ديروا بالكم. طبعا بتذكر علي جاندان، قديش كان شاب حلو وقديش كان لطيف. انا اصريت كتير ينعطى هالولد للسيد عمر وزوجته. وبالنسبة لدار الأيتام كان الوضع متوتر، واحتمال أنه ياخدوا علي صعب كتير، مو هيك؟ كانت هديك الأيام صعبة كتير بصراحة. أنا ترجيت المدير لحتى لبى طلبي، لأني ما حبيت أعطيه لأي حدا تاني.
طيب كيف وصل علي لدار الأيتام؟ بتتذكري؟ لا ما بتذكر. أنت كنتي تحبيه كتير ومتأسرة فيه كتير، وما بتتذكري ماضي منيح؟ بنتي كل روايات الأطفال بتشبه بعض البعض. بتتذكري اسمه الحقيقي؟ ايه اسمه علي. مين يلي سماه؟ لما اجا كان اسمه هيك. معناها بتتذكري ماضي؟ انا ما عم افهم لوين بدك توصلي. بظن انه غايتي كتير مبينة. ست صباح في ولد طلع من تحت ايديكي، تربى وكبر وتدرب بشكل متقن ليشتغل لصالح الدولة. لما سمعت بوفاته زعلت كتير. مو سهل انك تربي طفل، مو سهل توجهيه بهالحياة. الطفل تهيأ ليشتغل بالدولة وبهالشبكة. الرجال أخذ الولد من دار الأيتام وحطه مع العيلة اللي هو بده إياها، واستعملك إذا كان بخبرتك أو بأي شيء تاني، وبعدين خلى هذا الولد يعيش مغامرة بهاي الحياة. ما بيعرف شو آخرته ولوين رح توصل هذا الولد. بنتي أنتي مو ملاحظة حالك شو عم تحكي؟ كيف عم بتهين الدار اللي فتحتها الدولة للمشردين؟ كم طفل عم يستقبل الدار؟ بجوز ما نقدر نساوي المستحيل، بس نحن ربينا كتير أيتام وضميناهم مع المجتمع. أفضلك كبير يا صباح خانو. السيد أصلان اللي جاب علي عالدار. وشو علاقة السيد أصلان بالموضوع؟ أنت بتعرفي أصلان بيك؟ لا. ليش عم تسألي؟ أنا بحب أقرأ الجرايد كل يوم. دقيتوا بابي لساعدكم، وأنا مقتنعة أني قدمت المساعدة، بس أنتوا تجاوزتوا كتير حدود الاحترام. تفضلوا الباب من هون. فهمتينا غلط، ما كنا حابين نزعجك، بس الموضوع كتير مهم لألنا. كتار يلي تعذبوا من هالشغلة، وكتار بيتعذبوا لأنهم بيجيبوا العذاب لحالهم. أنا تعبت رجاءا. يا ترى أنت ضمن هاي الشبكة كمان؟ لا. بلغوا السيد عمر وزوجته أسفي. للأسف بحياتي كلها ما حدا عاملني بمثل هيك قلة أدب واحترام. ما كنت بعرف عن الأيام الصعبة اللي عشتوها. كنت مفكرة بس أيامي اللي كانت صعبة علي كتير، بوفاتك أنتي وبرفض بابا لألي. مين اللي سماني؟ صفية. قلتي صفية ماما؟ أول مرة بتقولي اسمي. صفية ماما. صفية ماما. أكيد رح نلاقي أخي، بس تتعافي رح نكون كلياتنا مع بعض. حبيبتي. لسه ما نمتي؟ كنت عند ماما. لازم ترتاحي، مبين انك تعبانة. ماما نادت لي صفية. منيح. أنا ما بصدق هالشي بابا، كأني أنا عم بحلم وحاسة إذا فقت رح ينتهي كل شي. بعد ما رجعتي كل شي عم يرجع مثل ما كان. ممكن يكون مراد عايش بابا؟
بعرف يا بنتي. بس مين اللي خطفه؟ هذا سر كبير، وقعت كل اسئلتي وضاعت، بس ضل لي ابني مراد. اذا انحل هالسر بيوم من الايام بتكون انعرفت كل الاجوبه. الطريقة يلي عم بتفكري فيها موجودة بس بفترة العثمانيين. كانوا ياخذوا الطفل من حضن أمه ليربوه على أسس معينة ويستعملوه ضمن الدولة. وما انتهى هذا الشيء مع العثمانيين؟ في هيك شيء ونحن عم نشوفه قدامنا؟ مو لهالدرجة. أصلاً بيك بيسلم الطفل لدار الأيتام وبيختار العيلة، وبعد سنين بيتصل بهالعيلة وبياخذ عليه وبيربيه. ايه هيك؟ طيب وين لقى هالطفل؟ معقول كان يدور عليه بالجوامع؟ بالطريقة اللي حدد فيها الشخص مكان الطفل يكون كمان حدد مكان علي. شو الفرق بين شخص بالمافيا وشخص بالدولة؟ هاتي لشوف. الأول بيعطي من أملاك شخص تاني وهذا المافيا، والتاني بيعتبر كل شي ملكه وما بيعطيها، هذا الدولة. أنت متأكدة أنه الست صباح بتعرف أصلاً؟ مثل مالي متأكدة أنه علي ما مات، أنا متأكدة من هالشي. بدي الدليل أيتها المحامية. في مرة شافها بابا عمر بالصدفة بالمكتبة، وغير هذا الشيء. بتصدق إن هي بتعرف أصلاً بيك بس لأنها بتقرأ جرايد؟ أوعك تحكي هالشيء لأي حدا. ولمين بدي أحكي؟ لأي حدا مين ما كان. طيب شو بدي ساوي؟ لو إنك ما ضغطتي على الست صباح بأول مرة ما كانت رح تقلك أي شيء حتى لو بتعرف. ما بعرف شو بدي ساوي هلأ رهف. اوعك تستسلمي، تأكدي من مشاعرك بدون ما تشاركي حدا، وإذا بدك تشاركي شاركيني إلي وبس. بكل مشاعري؟ أنت عن جد هدفك الوحيد تلاقي علي؟ ليش عم تسألني عنه؟ بلكي عم حط حالي محله. لساتك بتحبيه؟ حبه؟ ضل الحب لحاله بمحطة القطار ولوحت له بإيدي، احترق وراح. متأكدة إنه هالمرة ما حكت كل شي عندها؟ شو يعني؟ بسرق لبيتها؟ بس يا ريت تقليلي إذا في شي مستاهل. بيتها معبى أنتيكا، بركي عندها أوراق قديمة. لو أثبتنا أنه في علاقة بين العم أصلان وهالمرأة بيبقى نعرف منين جاب علي. والله تشوشت كل أفكاري يا حكمت، وهلأ كمان الأخ علي طلع مو الأخ علي. لا مو هو. والله عم بيقول الحقيقة. إيه هلأ بلا هالمسخرة والمهزلة. ليش أنت مين عم يتمسخر عليك بقى؟ ما نحنا مع بعض، ما بحكي لوحدي. خال بدي أقول لك شغلة، بدي أخذ لي شي بيت صغير، يعني يكون شي غرفة ومطبخ. وليش بقى؟ شو بك خال ولو؟ يلي عايشين بحواض المصاري ما بيفكروا بحياة الناس المحتاجين وما بيساعدوهم بأي شي. بس يصير معي مصاري أول شغلة بسويها بدي وظف كل النسوان. في كتير نسوان بحاجة خال. خلاص ولا؟
طالما حطيت قلة الناموس براسك. تعرفني أنا ما تعودت نام على فرشة قاسية يا خال، وأنا قررت من هلأ أطلع من حضن أمي لحضن الجميلات. احكي شو ما بدك. لما بيغسلوا جستك رح تتذكر هالحكي منيح. ما في أمان هون، ما في حراس ولا في مرآب. إذا ضربها شي حدا ما رح خليه عايش. كيف بدي أمي نحط السيارة هون؟ وبلكي حدا حاول يسرقها. تفائل بالخير ولا ما رح يصير شي علينا. هذا يلي ناقصني. اسمعوا لا، هلا بتلعي على الموبايل بتقول إنك عم تصف السيارة، لا تأخر. تصرفات هالولد بدلت كتير. يا رب دلوا على الطريق الصحيح. لساته مفكرني ولد. خالي بده يساويني مثله. لو ما انبسطت سنتين باسطنبول مع كل هالبنات الحلوين ما كان حدا نادالي ولد وخليته عايش. ردي بقى. ليش ما عم تردي علي يا خانو؟ خلصت شغلي مع خالي وجاي لعندك هلا. خالي مين انت؟ اذا طلعت من تمك كلمه تانية رح فضي هالمشط براسك ولعبك. ترد خالي ولا؟ قول لولدي خلاص. عمران روح هرب بسرعه. فاروق جيب لي السيارة لهون. بعد خال اهرب منهم. يا عديم الشرف. عمران خالي مات الزلمة يا فاروق. تحرك بسرعة. تحمل خال، رح أخذك على المشفى فورا. أنا انتهيت يا ابن أختي. كيف يعني انتهيت؟ أنت اللي رح تنهيهم. لا تقلق خال، بسيطة. ما بتضعف الضوء أكتر من هيك؟ أنا ما بحب العتمة. ليش؟ بتخاف من العتمة؟ كتير. أنفك حلو وتمك مثل الفستقة. أنا شبته ختيارة. ما أنك شايف التجاعيد اللي بوشي؟ عم تحكي هيك مشان ما أطلع بوشك؟ لا أنا عم بحكي هيك مشان ما تطلع على الشاب اللي براسك. ليش مين اللي شيبني غيرك يا خانوم؟ ما في أخبار عن ليلى؟ مين ليلى؟ يعني أنت كنت عم تكذب علي؟ أنت حكيت اللي عنا. معقولة في حدا بينسى اسم البنت اللي بيحبها؟ رهاف برأيي أنا وحياتك كلها كذب كمان. أنا ما عاد صدقك بالشي. أنا قلت لك سري مع علي وهلأ دورك أنت. يا ترى شو اللي صاير؟ حاسس حالي رح أختلق. ليش شبك؟ ما بعرف. بيشوفوا إذا ما ورجيتهم قيمتهم. صدقني خال لفض المسدس براسه. الحمد لله أنه ما قدروا ياخذوني معهم. هيك أحسن. خال كيف بتساوي هيك؟ ليه زدت حالك على المسدس؟ ها؟ شو رح يصير إذا صابوني؟ كلها كم يوم وبتعافى. تعرف لك ابن أختي؟ شو رح أقول لأمك إذا عرفت بهالشي؟ إذا إلي خاطر عندك
خليك عم تحكيني لنوصل على المشفى. وانت تعلمت هالشغلة من الافلام مو هيك؟ لك الغبي زد حاله على المسدس. لو انك حطيت شي رصاصة براسه وخليته يرفرف مثل الديك المدبوح. ليش هاي اول مرة بننتل فيها حدا؟ سكر على الموضوع. هرب من ايدينا فقتلناه. يا ريت لو قتلنا صاحب الشوارب كمان، لان خايف يعملنا وجع راس. شو فرقت؟ يعني ما رح يعرفوا انه نحن يلي قتلناه. شو بساوي اذا زد حاله على مسدسي ووقفوا بوش رصاصاتي؟ يعني طاروا العشر ملايين يا اغا؟ ما حدا بياكل لي حقي ابدا. رح اخذهم، عم تفهم؟ يا من خليل او من اكرم او من مراد، ما بتفرق من مين باخذهم. صابوه برصاصتين او بثلاثه معلمي، ماتي ما عم اقدر ركز بنوم. على اي مشفى بدك تاخده؟ والله ما بعرف، رح فوت على اول مشفى بلاقيه بطريقي. ماشي نحن جايين. ما في بقلوب الرحمة. طيب ليش هيك بيساووا الرجال؟ طبعا لأنه النسوان بنص عقل، منصدق الرجال بكل شيء ومنحبهم ومنقدم لهم كل شيء. رهف لا تخبصي، قصدي شيء تاني. مين هي ليلى خانم؟ يلا احكي لي لشوف. معلم أوصوا الخال. لساته عايش بماتي؟ عمران أخده على المشفى، حسيت من صوته إنه مانه بخير. وأنا جاية معكم. يا ربي دخيلك شو هالحياة؟ عمران؟ نعم خالي. بدك توعدني؟ بوعدك خال، بوعدك لموت. عمران أنا رح أروح لبنان. خالي بس لازم ننتقل. اسمعني، بعد ما يموت الإنسان شو رح يفيد الانتقام لك ابني؟ وترجاك تترك هالشغلات. خالي لا تروح وتتركني بنوم، رح ألحقك حتى لو لجهنم. انت صرت رجال يا عمران، ولا تبكي قدامي مثل النسوان. ولا ماشي خالي، دمعت عيني لحالك. أنا ما ببكي بنوم. عمران؟ نعم خالي. بتعرف ليش ما كنت اهتم بالنسوان بالمرة؟ ليش خال؟ لأنه إذا بكت علي شي مرة من بعد ما موت رح كون كتير مقهور، خصوصي إذا كنت بحبها لهالمرة وبعرف إني تركتها لحالها ورحت. ما رح سامح حالي أبدا. الحمد لله ما في مرة بحياتي. بس الطيب ندرن علي إني ما أطلع بوش ولا مرة غير أمي. بوصيك يا ابني انكم تدفنوني بجنب السيد امين. شو عم تقول خال؟ اسمعني للاخر، بتخبر ابني مراد انه يسامحني، تعب من شاننا كتير. امي ماتي وعبد الحي، وانت كمان سامحني. ما قلنا عليك شي بنوب خال. ما جبت لي مي معدنيه ما هيك ولا؟ استحمل خالي، رح نوصل. ليش ما سمعتوا كلامي؟ انتوا خربتوا كل شيء. لو رحتوا لما قلت لكم روحوا ما كان صار اللي صار. في شغلات معلمنا معه حق فيها، لك بيموت بالمصاري. ليش نحن قصرنا معكم من ناحية المصاري شي يوم؟ ليش هيك تصرفتوا؟ ليش عارضتونا؟ المعلم ما بيرد علينا، نحن مننفذ أوامره إذا كان صح ولا غلط. طيب هلأ بيعرف إنك هون؟
أنت طلبتني وأنا أجيت وما قلت له شيء وما معه أي خبر. إن رسمت خطة موتتكم أنتوا التلاتة. وما عاد فيني ساوي أي شيء من شانكم. ومين رسم الخطط؟ مو مهم مين اللي رسم. أنت بتنفذ المهمات؟ يا إما بتنتهوا أنتوا التلاتة. أو أنت تقتل هدول اثنين وبتختفي عن الأنظار. إيه بس هي خيانة. لا مو خيانة، هذا أمر. 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 طيب أنا وافقت، رح أقتل الشباب. وبعدين رح تتفق مع شخص ثاني مشان يقوصني رصاصة براسي. لكان. إذا أنت ضليت تتصرف بهالطريقة، إيه. بس إذا رحت هلا وساويت الشيء اللي قلت لك عليه، لا. أبداً. بس أنا بدي ضمان. أنا أعطيتك فرصة مشان تعيش، مو ضمان على حياتك. روح وخلص هالشغلة اليوم واختفي. قديش معي وقت؟ الوقت عم بمر، عجل. عرفتوا من عمل هاي الشغلة؟ رح يتجاوز خالو سيفو هالأزمة. ما انبسط بحياته، كانت كتير صعبة. تعرفوا شغلة؟ أول واحد شفته بيناتكم كان الخال سيفو. ما شفت رجال بشهامته لأنه كان يساعد كل المحتاجين. ميماتي، اتصل بعمران وطمن. صباح خانم على البيت ومنتبهدل. يا ريتك رح تتراقب على بين ما نخلص، احسن ما توقف مثل المسطيجة. شو نحن مخابرات؟ ليش لحتى راقبها؟ لك حاجتك بقى، بركي اجت فجأة. اسكتوا. لك والله اذا اجى حدا لهون وشافنا ما بنعرف عن شو بدنا ندور لنخبره. لك حتى اذا لقينا شي ما رح نعرف شو يلي لازم نحكي له اياه. ونحن على شو عم ندور اخت جنان؟ بتعرف وين المشكلة؟ ما حدا بيعرف وين علي هلأ. رهف خانم راسه وألف سيف دا تعرف شي عنه، وعم ندور على دليل مجهول. لك كيف ما فكرنا بهي صباح؟ لو كان علي ابن الحقيقي ما كانت اهتمت لهالدرجة. العم أصلاً من جهة وهي من جهة. حكمة تعال شوف شو لقيت. تعال شوف الصور. انت شوفها. بركي كانت صباح خانم متصورة باللباس الرسمي. اي لباس رسمي؟ اللباس الرسمي تبع الاستخبارات. لك إذا ما كانت إيده اليمين لأصلان أنا ما بفهم بشي. لك كرمال الله، هلأ وقت تعرف وما تعرف؟
كانت صباح خانو من قبرص؟ وهي بيّن معنا أنه إلى علاقة بقبرص. خلينا نطلع بسرعة، ما رح نلاقي شيء، وحتى ما بنعرف على شو عم ندور. لك أنت ليش ما جبتي أمر نظام من الشرطة؟ كنا فتشنا البيت على راحتنا. أنت فتت على السجن كتير، ما كنت تتعلم المصلحة؟ ما كان حدا يخبرك أنه هيك شغلات ما فيها أمر؟ لا والله، لأنه يلي كانوا بالسجن مثلك ما بيعرفوا شيء. شت، يلا. هاد العم أصلان ولا لا؟ وكيف بدنا نعرف إذا كان هو هذا شاب؟ بس بيشبهه كتير. وهالمرة صباح وهذا عمو أصلان. لك نحنا لقينا اللي عم ندور عليه. شت. بس مين اللي معهون؟ خلونا نمشي. بالأول منضب الأغراض مشان ما تنتبه على شي. أنا رح رتب الأغراض لأني بعرف كيف كانوا مرتبين. قلت اللي بدك ترتب الأغراض لأنك تعرف كيف كانوا. فيك تحكي لي كيف رح تمسح بصماتك عن الصور؟ لك صباح عميلة سرية سرية. وقتها جاب السيد أصلان ولد على الدار، وكان هذا الولد ابن لشخص استشهد بالحرب، ونتيجة هالشي انتحرت أمه للولد، وقال السيد أصلان إنه زعل على الولد كتير وحطه أمانة عنده. شو كان اسم الشهيد؟ تتذكري شي؟ عبد الرحيم جليك. كان الله يرحمه مثل الأسد بالمعركة، بس وقعوه بالفخ، وكان متزوج ما كان عن علم بهالشي. كانوا جماعة المخابرات يخبوا عنا هيك شغلات كمان. حتى ابنه كان ولد كتير لذيذ علي، كان السيد أصلان يربي هالولد وكأنه مثل ابنه أكتر، وكان يقول إنه هالولد لازم يتربى بعائلة محترمة. وبعد ما حط الولد عندك كان يجي يشوفه ويطمن عليه؟ كان يقول إنه ما لازم يشوفه، بس كان يجي لعندي أنا كل فترة مشان يطمن على الولد. ومرة إجا وقال لي بدي أعرفك على عائلة، هالعائلة كتير منيحة وبيعتنوا بعلي، ونحنا رح نعطيهن علي منشان يربوه. طبعا هو تعرف عن طريق عائلة جينان على هالعائلة، ما كانت المرة تجيب أولاد، وطبعا بشهادة السيد أصلان إنه جماعة كتير مرتبين ومحترمين. كانوا بالأول كتير مترددين ليتبنوه، أصريت عليهم حتى زارونا، وبعد فترة قصيرة كتير اقتنعوا إنه يتبنوه، وصار علي على اسم عائلة عمر جاندان. وانتي ايمتى عرفتي انه علي جاندان انضم للمجموعة السرية؟ وبعد كم سنة اجى لعندي السيد اصلان وقال انه عم بفكر بهيك شيء، كان عم بفكر ياخد الولد بشي مهمة، وانه الولد ذكي وشاطر كتير. وبعدين ما حكينا بهالشي بس دخل بالمجموعة، وانا مثله كنت كتير مبسوطة لما تشاركنا مع بعض واسسنا هالعيلة، بس لما سمعت بموته المفاجئ زعلت كتير. ربينا وعلمنا اولاد كتير وكبرنا كتيرين من شان ولا شيء. مظبوط. سبب اللي خلاني اتصل واطلب اني التقي فيك هلا هو انه رهف خطيبة علي جاندان وجينان اجوا لعندي على البيت وسالوني اسئله عن ماضي هالولد وشغلات ما بعرف شو، وصاروا يحكوا انه انا ضمن الشبكه وقللوا من احترامي. انا شفت هالبنت على التلفزيون من مده وقالت انه علي جاندان ما مات. انا ما بعرف هالشي، قطعت كل ارتباطاتي مع السيد اصلان من زمان، وضليت هيك لحتى سمعت بخبر وفاته من الأخبار والجرائد. بدي تهتمي بهالقضية يا صباح. طيب في شي حدا من المجموعة سألك عن علي جاندان؟ لا ما حدا. إذا حدا سألك بتمنى منك إنك تتصلي فيني. مثل ما بدك سيدي. جيبوا تخت الإسعاف بسرعة. يلا خالي وصلنا. يلا. وين تركتني ورحت يا خال؟ وين تركتني؟
كم شخص صرنا قتلين؟ ما حدا قتل على الفاضي مثل هاد. لك بعدنا عن غايتنا وعن المصاري. بالعكس كتير منيح. قليلي اللي عملوه فينا، خليهم يبكولن شوي. آغا، بس إذا هداك الزلمة قعد وبكى شوي راح يحرق الأخضر واليابس. بتتذكر آخر مرة بكى فيها قتل 6 رجال من عنا. رجال ذكي، بيشتغل مثل ما بنشتغل وبيفضي الساحة منشان يفرض حكمه على الكل. بس في أشخاص أذكى من أشخاص. آغا، شو رح نطير هلا؟ لسه في سمك كتير بالبحر، بس لنشبع منطير. آغا، ما رح يتركونا بحالنا. لا تخافوا العك، ما بيصير شيء. هذا بلش يخاف من الحياة بالمدينة الكبيرة. ها، تعرف كيف بيفكر يا آغا؟ بيشوف حاله صغير قدام البنايات الكبيرة. لا تخبص ولا. لو ما أخذنا معلمنا من بين إيديه هون شو كان رح يساوي؟ كنا رح نشوف وقتها مين الكبير ومين الصغير. الكل هون صار يعرفونا يا أغا، خلونا نمشي من هون، واللي بده يلحقنا يلحقنا. بس شخص رح يلحقنا، خليل، وهيك مراد ما رح يلاقينا. ولما منوقع خليل كل شي بيزبط. شو رح نساوي موضوع الدفن معلم؟ جهزوا له قبر جنب المرحوم مروان. بس ما رح ادفنه قبل ما انتقم لموته. وشو رح يقول عمران للشرطة؟ ما رح احكي اي شيء هلا بنوب. ما بصير نخبر الشرطة انه سكين، بعدين بيجينا وجع راس. نحن ما شفنا يلي قتلوا، عنا كتير اعداء وما عنا شي تاني نحكيه غير هيك. كانوا بس 2 عمران، واحد بالسيارة وصاحب النظارات كان برا. انا قوصت عليه بس للأسف ما صبته. الندل تخبى ورا خالي، ولما كان رح يقوصني كنت عم أقطع للطرف الثاني، فخالي زاد حاله عليه. هو إجا لياخده بس خالك ما سمح له، وإذا كان هو خلاهم يتنفسوا شوي عزرائيل ما رح يخليهم يتنفسوا بنوب. لك يا ريت كنا قتلنا وخلصنا منه، رحنا وسلمنا للدولة وهي هجموا علينا مرة تانية. كيف رح نقدر نوصل لعندهم هالمرة؟ رح نروح هلأ لعن جماعة الأمن مشان نسألهم ليش هاجمونا. ميماتي، بدنا نقوم القيامة. بدي صاحب النظارات قبل ما تغرب الشمس، وبتخبر كل الناس يلي متبني هدوك الجماعة الوسخين أو عم بيخبيهم أو بينفذ أوامرهم ما رح يرجع لبيته بالليل وما رح يروح الصبح لمحله.